الآن المطلوب منكم في الانتخابات تقفون مع أنفسكم، تختارون ممثليكم، تختارون شخصيات كفوءة قادرة على إدارة المفاصل الإدارية بالمحافظة، قادرة على إدارة أرزاقكم وأموالكم. دورنا في مجلس النواب كأحزاب في مجلس النواب وأخوانكم النواب دورهم يجيبون التخصيص. تحدث دكتور مزاحم على الأرقام اللي خليناها بالتخصيصات، وأكثر من هذه الأرقام صارت بالتخصيصات لنينوى بمفاصل عدة. لازم أكو مجلس محافظة يعي الأولويات، يا مشروع يتنفذ، يا مدرسة، يا شارع، يا مستوصف، ويعرف شنو أولويات المناطق. اثنين، يوقف أي محاولات للتعدي على المال العام ويكونون على قدر المسؤولية. أنا قلت لهم وأكرر لهم أمامكم لأعضاء أو المرشحين لعضوية مجلس المحافظة، نحن في حزب تقدم لسنا باحثين عن مهن، نحن في مهمة، مهمتنا إحقاق الحق، مهمتنا حفظ البلد، مهمتنا حفظ وحدة البلد، حفظ استقرار البلد، وحفظ أمن البلد، وحفظ هاي الشباب وهاي الناس، وحفظ مقدراتهم وحفظ أرزاقهم.